السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال وتكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناه، فيديو جديد ان شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا. شكرا بزاف لاي واحد كيدعمني ولاي واحد كيشوف لا فيديو وكيضغط وكيدخل يتفرج في المحتوى، شكرا لك بزاف. كيف ما كتشوفوا هذه رفيسه المغربيه الغنيه عن التعريف، البنينة اللي كيعشقها الكبير والصغير. صراحة جبتها لكم اليوم كيف ما كتشوفوا في العنوان، رفيسة زمورية بالتريد الدكالي اللي كنتمنى تعجبكم، اللي تعاوننا انا وراجلي باش صايبناها. ما نحرقش المراحل، نخليكم تشوفوا لا فيديو طريقة التحضير كيفاش كنضم وقتي باش كتجيني ساهلة في التحضير. اذا كنتمنى لكم فرجة ممتعة. كيف ما كتشوفوا اول حاجه كنبدا بها في الرفيسه هي العجينه. كنحيد عليا العجينه لان كتعرفوا انا ما كندلكش العجينه. هنا عندي دقيق الفرص ودقيق الفينو، كندير كميه ديال الفرص ونصف الكميه ديال الفينو، كنضيف عليها الملح. كتبقى الكميه حسب عدد افراد الاسره. هنا كنخلط العجينه ديالي غير كيفاش كتنسجم، غير كنخلطها يعني كيفاش تنسجم ديال المكونات وكنحطها ترتاح. انا ما تندلكهاش، يعني ما تعطاش واحد الجهد واحد الوقت، ما تنضيعش فيها الوقت صراحه. هانتوما كي كتشوفوا غير كيف تجمع ليا مزيان وتنسجم ليا العناصر، وغادي نغطيها بالبلاستيك ونخليها تترتاح. كنلقى هاد الكتر راسها، يعني في الوقت اللي نوجدوا فيه الرفيسه نخليوها هي ترتاح. في هاد الوقت هذا اللي العجينه كترتاح كنوجدوا الرفيسه ديالنا. كيف ما كتشوفوا كناخذوا كميه ديال البصله، قد ما كانت البصله كثيره على حسب بالحق عدد افراد الاسره والدجاج اللي نتوما دايرين. هنا خديت واحد الكميه ديال البصله اللي كنقيها وتنشلضها بشكل هكا طولي، يعني مش نفاه تنقطعها طولي. بالنسبه للكميه ديال الدجاج درت الكميه اللي غتكفينا، انا عندي مقطع في الفريغو تقدروا نتوما ديروه صاين. هنا الحلبه كما كتشوفوا منقيه ومغسوله، البصله اللي مقطعه مش نفاه، عندي العدس البلدي قليل صراحه نقيناه وغسلناه، غادي نضيف شويه ديال الرومي ديال كندا تيطيب دغيا ما غنضيفوش حتى الاخير. ربطه ديال المعدنوس كيف ما كتشوفوا راه كان كيصايب فيها راجلي. هنا الثومه بقينا مناقشين انا وراجلي غير على الثومه، كنقولوا انا غادي نحكوا واحد ثلاثه الفصوص، هو كيقول لي لا ديرها صاينه، لانه صراحه حنا تنحماقوا على الثومه، شي حاجه سميتها الثومه كنحماقوا عليها في الطياب. بالي هذا غادي نقي واحد ثلاثه باش نحكهم. هي صراحه واحد الطريقه من الافضل انكم تكونوا عوالين ديروا الرفيسه، حنا ما كناش عوالين نديروها. ملي تكونوا عوالين ديروا الرفيسه شرملوا الدجاج بالليل وديروه في الثلاجه، يعني ديروا العطريه ديالو التوابل ديالو السمن الثومه الزعفران كلشي ديروه وديروه في الثلاجه وخليوه حتى الغد ليه ونصبوها، كتجي رائعه. كما كتشوف راجلي بدا كينصب فيها، وضع الحلبه كميه كتبقى اختياريه، شويه الخرقوم البلدي، شويه ديال سكنجبير، شويه ديال التحميره. التحميره هنا انتم غتشوفوا المراق ديالها ما كتجيش زعما خايبه في المراق ديالها ولا كتجي زوينه. هنا البزار، يعني شويه ديال البزار. انا راه كنقي في العدس ديال كندا لان ما غاديش نديروه في الاول حتى التالي، حتى تدخل الرفيسه يدخلها الطياب عاد غنديروه لان دغيا كيطيب. غنديروا زيت الزيتون، غنحك ثلاثه د الفصوص ديال الثوم. بالنسبه للعدس من الافضل انكم تكونوا مرطبينه في الماء باش ما كيتطيرش له ديك القشره في الطياب. هنا ضفنا العدس البلدي، هنا كياخد شويه الوقت في الطياب. راس الحانوت اللي كتبقى حتى هي الكميه، من الافضل ان ما تكونش كثيره بزاف لان سورتو الناس اللي كتكون عندهم لا طونسيون ما صالحاش ليهم صراحه تكثروا من المساخن. هنا الثومه اضافها هكا صاينه من نصيب ديال راجلي، ولكن راه كتطلع لذيذه لذيذه بزاف. كما كتشوفوا العدس هنا راني رطبته ولاخا معطله، نورمالمون خصني نرطبو الليله كامله باش كيطيب كيطيب زوين، تيطيب شاد راسو ما تطيش له القشره. بالنسبه للبصله غنضيفو غير نصف الكميه تشحر لينا مع الدجاج بعدا، عاد غنضيفو نصف الكميه الاخرى من بعد، المهم نخليهم يتشحروا. هنا كيف ما كتشوفوا ضاف ضامه ديال الزعفران، ما متواجدش عندي الزعفران شعره، نتوما الا كان عندكم زعفران شعره تخليوه حتى للتالي حتى تقربوا تطفيو عليها، عاد ضيفوا زعفران شعره. من بالنسبه للعدس كيف ما قلت من الافضل انه يترطب قبل. هنا ضاف شويه ديال الملح، راه الملح حتى بطبيعه الحال الدجاج دائما ردوا البال مع الدجاج، الملح باش ما تجيناش مالحه بزاف. هنا البيض راه بقينا مناقشين انا وياه غير على البيض، هو جبد لي 4 ديال البيضات قلت له انا بزاف والبيض كبير، قلت له بركه غير 3. هنا ضاف السمن نصف معلقه ديال السمن صغيره، حتى هو كيبقى اختياري ولكن راه كيلذذ. كما كتشوفوا راه ما دارش الزيت بزاف، وانا التريد اللي غندير ما غاديش يكون يعني ميدم، اذا واخا نضيفوا السمن. والرفيسه الا بغيتو تاكلوا فيها وتشبعوا فيها ما تعطيوهاش ليدام، ما تعطيوهاش الدهون باش كتاكلوا فيها راه ماشي الدهون اللي تيبننوها، راه الطريقه ديال التحضير والقوام هو اللي تيلذها.
المهم كيف ما كتشوفوا هي هو كيخلط فيه في الدجاج وهذا، واخا راه كان جامد صراحه. المهم انا غادي ندير البيض يتسلق صراحه. مول فين كنديروا الكاشير، الكاشير ديال الرفيسه كان هذه المره ما درناش، نضاف غير شويه ديال الماء باش ما تلصقش العطريه، شويه ديال الماء اللي كيكون غليان بطبيعه الحال، دائما المرق يكون بالماء اللي كيكون طايب مزيان غير باش ما تلصقش العطريه. كيف ما قلت لكم كنت عوالا ندير الكاشير، ولكن عندي الكبده غادي نستخدمها في الكاشير، لهذا ما درتهاش لان ولادي كيحماقوا على الكبده هكاك يعني ياكلوها هكاك، ف ما بغيتش ندير الكاشير، خليت لهم الكبده يعني غنضيف الكبده في الاخير نطيبوها لهم هكاك ياكلوها. انا راني كنمسح سطح العمل باش نبدا نورق في التريد ديالي، يعني ما تتشدش لكم حتى الوقت بزاف سورتو الا كان العوين. بالنسبه للبيضه البنات ملي كنسلقوا انا كنضيف عليه شويه الملح، الماء يكون بارد وضعوا فيه البيض وشويه الملح والعافيه تكون مهيله هكا ما تطرطقش البيض، ما تخرجش يعني البيض تيسيح لكم في وسط الماء ملي كتكونوا كتسلقوه. هذه واحد الحيله طريقه كنديرها انا دائما، البيض صراحه ما تيسيحش ليا تفرقع ليا البيض في وسط الماء يعني تيجي خايب المنظر ديالو. العجينه ديالي دلكات البنات، خليتها ارتاحت راها لقيتها مدلوكه صراحه رائعه. غادي ندهن واحد البلاطو بزيت المائده، دائما حاولوا على الزيت ما يدموش الرفيسه الا بغيتوا تاكلوا كيف ما قلت ما تيدموهاش. دهنت البلاطو ديالي وغادي نبدا نقطع في العجينه ديالي الكويرات اللي يكونوا حجم صغير قد ما كان صغير قد ما مزيان، لان غنديروا التريد كيكون عباره عن ورقه، وورقه على حسب المقله اللي عندك، قد ما كانت المقله صغيره كتصغري العجينه، انا عندي مقله كبيره غنحاول باش نسالي دغيا غنديرهم شويه قد المقله. امتى نكورو عادي كلشي كيعرف يكور العجينه، بحال كنديروا المسمن الكويرات باش نصايبوا المسمن، اصلا العجينه بحال ديال المسمن. بالنسبه للمريقه ديالنا راه تشحرات كيف ما كتشوفوا، هنا ضاف الكميه ديال البصله اللي بقات. كيف ما قلت لكم البصله ملي كتكون بكميه مزيانه يعني لا باس بها كيجي الرفيسه زوينه. هاي خليها تتنزل شويه ديك البصله، من بعد ما نزلات البصله كيف ما كتشوفوا غادي مرق. دابا واحد الفكره البنات، المرق مرقوا من الديبار، ديروا الماء غليان يكون كافي باش ما تبقاوش تزيدوا الماء، لان ملي كنبقاو نضيفوا الماء في الرفيسه اولا في الكسكسو اولا في شي حاجه اللي كتحتاج للمرق بزاف راه كتجي باسله، لهذا مرقوا مزيان كيف ما شفتوا راه ضاف الربيطه ديال المعدنوس، وديروا على عافيه مهيله، عطوها الوقت باش تطيب على عافيه مهيله هكا ما تتشربش لكم المرق، وتطيبوا المرق ديالها الاصلي، وما تحتاجوش تضيفوا حتى جيتوا تضيفوا تضيفوا واحد الكاس حتى لجوج حتى الكاس ونص حتى لجوج كيسان الا كنتو كثار يعني وكنتو دايرين تريد بالكثره هكا ما اما كل مره تقعدوا تضيفوا الماء راه كتبسل لكم المرق، يعني باش نكون واضحين دائما المرق من الطيبار نمرقوا مزيان والعافيه تكون مهيله كيف ما قلت. بالنسبه للعجينه ديالي كيف ما شفتوا انا راني كورتها وارتاحت خليتها واحد شويه واحد 5 دقائق ارتاحت، دابا غادي نبدا نورق فيها المقله ديالي راه كتسخن، كنورق فيها حتى كيبدا يبان لي سطح العمل، وكان غير كندهن سطح العمل بالزيت ويديا فقط يعني ما تنبقاش نرش الزيت هكا بكثره. صافي كنوضع الورقه ديالي العافيه دائما كيف ما قلت يعني مهيله حتى المتوسطه الا كان اللي غادي يبقى يراقب. المهم تنخليوها كما كتشوفوا راه الورقه دغيا تطيب ما تاخذ لناش الوقت، راني كنورق في الاخرى يعني لقيتها اللي كهدي كتبدا تطيب كنورق في الاخرى، هنا تنجي تنقلبها على الجهه الاخرى وتنضيف عليها واحده اخرى، يعني كندير طبقه ديال بزاف ديال الورقات وكنورقو مزيان حتى كيبان لينا سطح العمل. هكا كنكمل المراحل ديالي يعني ورقه ورقه حتى كندير واحد الكميه كثيره كنبقى نقلب بنفس الطريقه. يعني راه ما كيلصقوش على بعضياتهم راهم كيتفكوا من بعضياتهم بسهوله، انتم غتشوفوا معايا المراحل كلها بالتفصيل. بالنسبه للزلافه راه فيها العدس كيف ما قلت لكم راه حيدنا منه الماء، العدس كندا دغيا تيطيب يعني حتى نحلو على الكوكوط عاد نضيفوه.
هنا كيف ما كتشوفوها هي ملي كتنشف لي الورقه كنقلب وكنعاود ندير ورقه واحده اخرى. اذا لا فيديو راه شارحه راسها بلا ما نبقى نهضر، يعني راكم شايفين كل شيء. نخليكم مع الفيديو الطريقه كيفاش كنصاوب انا التريد. صراحه هاد التريد ما كنتش كنعرف نديرو، انا كنا كنديرو حنايا بالنسبه للمنطقه اللي انا فيها الاصل، المدينه الاصليه ديالي، كنا كنديرو مسمن مربع، كنا نديرو مسمن مربع تنطيبو وحده بالوحده وتنقطعو. صراحه ملي شفت مرت لوسي من دكاله، ملي شفتها الطريقه كيفاش كدير التريد صافي خديت الطريقه من عندها وليت كنديرها. انت راجلي راه معاوني كيقلب معايا وانا كنورق ونحط، يعني هكا دغيا تتسالي. ولا كان معاكم العوين ممكن تشهير الرفيسه حتى لاخر لحظات نوجدوها في رمشه عين. بالنسبه للبيض راه تسلق راه حيدناه لان العافيه مهيله، طب البيض على خاطر حتى هو دائما العافيه مهيله. صراحه هي اللي تطيب مزيان وهي اللي تصايب الطياب للحاجه، العافيه مجهده والو موفيز افير نقولها لكم صراحه بالتجربه. كيف ما كتشوفوا سخنات لي المقله مزيان، يعني بدا كيتحمر. انا صراحه ما تنبغيش بيض، لان تشوفوا كيتباع على برا تيكون هكاك بيض، يعني لونه بيض انا ما تيعجبنيش، تنبغيه يكون فيه شويه ديال داك اللون اورانج، يعني بحال كيتحمر واحد شويه. وملي كيبدا يطيب ملي كتبداو تحيدوا الورقه بالورقه تديروا شي منديل اللي يكون هكا غليظ، كتدخلوا دوك الورقات يكون منديل ديال الكوزينه بطبيعه الحال نقي، كتحطوا كتغطيو. نتوما كتحطوا دوك الورقات اللي طابوا اللي شفتوهم، يعني صافي راه مزيان طابوا، كتغطيو باش كيبقى رطب وتيرطب لكم. حتى الا كانت مقرمشه كترطب. صراحه ملي شفت مرت لوسي كدير هاد التريد عجبتني الطريقه وليت كنديرو غير هو، ما بقيتش كندير داك المسمن المربع. هذه عمليه ودغيا تتسالي. واخا تلقاو ديك الورقه، يعني كاين شي ورقات اللي تلقاوهم يعني اللي كيكونوا في الاخير كاع تيتقرمشوا لكم شويه، وهذا راه اون فوا تيقيتهم يعني تتمرقوا تتسقيوهم راه تيرطابوا دغيا. وما نساوش بان حنا دايرين الفينو، يعني حتى الفينو راه تيخلي شويه العجينه كتشرب وكتقرمش. غير هو هاد التريد تيبغي انك توقفي تقابليه، يعني ما تغفليش عليه نهائيا، لان دغيا الورقه تطيب كما تشوفوا رقيقه غير كتوصلها العافيه كطيب. وكاين بالنسبه للتقطاع، حنا تنقطعوا بيدينا، يعني تنقطعوا شوائيا ملي كنكونوا حنا بوحديتنا، ملي كيكونوا الضيف طبيعه الحال راه كتقادي داكشي وكتقادي الامور ديالك. كاين اللي كيقطع بالمقص، كل واحد هو حر في الطريقه ديال التقطاع ديال التريد. المهم هنا راه بديت كنحمر فيهم الجهه اللي بانت ليا ما خداتش داك اللون اورانج، كنقلبها باش تاخذ داك اللون. كيف ما كتشوفوا راه كنبدا نعطي لراجلي كيبدا يقطع. هنا كيف ما كتشوفوا الورقات راه صافي راه طابوا مزيان، لان شحال هما فوق البوطه، يعني غير اللي لقيت شي وحده بيضه كامله هي اللي كنخليها تاخذ داك اللون اورانج. بصراحة انا ماشي محترفه في التريد، ولكن الحمد لله يعني كيصدق معايا هذا الشيء اللي كاين. شاركت معكم الطريقه ديال الرفيسه وصافي، يعني ما يعني كيف ما كنقولوا دائما حنا كنتعلموا من بعضياتنا، ودائما الكوزينه راه كتبقى طبخ والمطبخ تيبقى عالم وكبير وبحر اللي ما يتحدش من الافكار والمعلومات والوصفات. كمل بهذه الطريقة وراجلي غيكمل تقطع ونوريكم تتمة. هنا كيف ما كتشوفوا راه قطعوا راجلي، راه كنديروا في داك المنديل مغطيه. هنا خديت شويه ديال التمر كيحماقوا عليه الوليدات في الرفيسه، كنعمروا باللوز حيت له العظم، التمر اللي كتكون رطبه كنعمرها باللوز كنزين بها. تقدروا تعمروها حتى بالكركاع حتى هو كنديروا، ولكن ما توجدش عندي دابا. بالنسبه للمرق هو هذا راه ما ضفنا حتى نقطه ديال الماء، يعني هذاك المرق اللي مرقنا فيه في الاول هو اللي بقى. الطريقه ديال التسقيه ديالي كندير واحد نصف كميه ديال التريد كنسقيها كيف ما كتشوفوا معايا باش كيجي شارب مزيان، حسن من هذيك انك ديري التريد كامل وعاد تسقي تيجي ناشف من التحت. عاد كنضيف نصف الكميه الاخرى
هكا تيجي شارب مزيان وتيجي حتى التريد يعني هذا بنين كما كتشوفوا هنا التريد ناشف ما فيهش ليدام نهائيا صدقوني والله العظيم ما غتشبعوش من هاد الرفيزه ما كتقهم حتى شي حاجه وحتى المرق ما فيهش ليدام كيف ما كتشوفوا راه ما ميدمش دائما كنشوفوا المرق اللي تيكون ميدم راه تيعزل ديك الزيت من الفوق هذا ما ميدمش جات رائعه ما تشبعوش منها صافي كنمرق بنفس الطريقه كنحاول نهز غير المرق يعني هكا كيجيني حتى التريد بنين يعني منين ما هزيتيه كتلقايه مرق يعني كيجي بنين صافي كنوضع الدجاج صراحه راه طاب لانه ديجا مرقد وداكشي راه دغيا كيطيب صراحه الرفيسه كتبغي الدجاج البلدي اولا داك الدجاج اللي كيقولوا له الكروازي وانا ما تنطيبوش صراحه عمرني ما جبته هنا الثومه راجلي حاضي لي غير الثومه يعني راه جالس مناقش معايا قادي لها الديكوراسيون وحطيتها بحال هكا ما عجباتوش صافي وخليتها قلت له اجي حطها انت بالطريقه اللي تعجبك ذوق بالطريقه اللي تعجبك الثومه هو حاضيه الثومه يعزلها ويحطها لان صراحه كنحماقوا على الثومه فعلا كناكلوا الثومه ما كنخليو حتى حبه هكا ملي كتكون طايبه وسورتو كتجي بنينه بداك البلول ديال الحلبه وديال العدس كتجي بنينه انا كندير له خاطر وقلت له واش هكا واش هكا ما حتى شي ديكور ما عجبو نخليه يجي صايبها الراس ويدير اللمسه ديالو لراسو صافي من الفوق كنبداو نحطوا العدس والحلبه والبصله كما كتشوفوا قدو الديكور وصافي ها هو جا دار اللمسه ديالو حط الثومه بالطريقه اللي تعجبو فين ما غتبان له شي حبه ديال الثومه غيهزها باش تبان ليه الفوق باش يبدا بها غنزينوها ونرجعوا معكم بالشكل النهائي كيف ما كتشوفوا هذه هي الرفيسه ديالنا الزموريه بالتريد الدكالي زيناها تزيين بسيط كنتمنى تقبلوا علينا وتعجبكم وكنتمنى الناس اللي باغين يجربوها يجربوها وتعجبهم ان شاء الله باذن الله كيف ما قلت لكم تزيين بسيط بالتمر بالبيض بالكبده اللي قلت لكم بالنسبه للمرق ديالها شوفوا كي كيجي ما ميدمش وكيجي خاطر ورائع وبنين هذا هو الاهم بالنسبه للتزيين تقدروا تضيفوا الشريحه القرقاع يعني حنا اكتفينا بداك الشيء اللي عندنا ما خديت حتى شي حاجه من برا اللي عندي في الدار وكما قلت لكم حتى هو الكاشير تنديرو يعني تيكون مهم عندي في الرفيسه ولكن وليداتي بغاو ياكلوا لي الكبده كما كتشوفوا بغاو ياكلوها بحال هكا خليتها لهم باش يستافدوا حتى هما من المنافع ديال الكبده وصافي سلقت البيض في عود ما نديرو في الكاشير سلقت البيض بوحديته والكبده بوحديتها كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال استحسانكم وتخليوا لي لايك ديالكم ولي كومونتير ديالكم اذا دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.